تتابعي. ومعنى sequential أو تتابعي إن هو البارت بتاعي لازم يمر على الماكينات بالترتيب. سوري. يعني في الاكزامبل اللي احنا هناخده هنا، انا عندي ثلاث ماكينات، واحد اثنين ثلاثة، يبقى المفروض ان البارت او كل البارتس بتاعي داخل الاكزامبل دهوت او داخل السيل دهيت لازم يمر بالترتيب على الماكينات. يبقى لازم الجزء وكل جزء يمر على المكنة واحد ثم اثنين ثم ثلاثة. ده اللي معنى السيكوينشال لودنج بتاعنا. بنقول a single robot has the task of feeding several machines in an organized sequence. ده معنى ان هو sequential، ودايما بيكون single robot، روبوت واحد، وهيعمل السيكوينشال لودنج ده ل several machines وب organized sequence. وبعدين بنقول هنا move to the stations in advance to shorten machine idle time while waiting for the robot. معنى ايه؟ انه الروبوت بيتحرك وينتظر حركة الروبوت، او ان حركة الماشين او الماشين بتنتظر ايه حركة الروبوت. ده حسب بقى ايه التايمنج بتاع حركة الايه السيل كلها. يا اما انه المكنة تخلص وتنتظر الروبوت ينتقل لحد عندها عشان يعمل عملية تفريغ، يا إما إنه المكنة شغالة والروبوت خلص وراح وقف جنبيها لحد إيه ما تخلص. في الإكزامبل اللي هنشوفه دهوت لقينا إنه besides the saving in direct labor، طبعا إحنا بنعمل saving في direct labor لأن زي ما قلنا في الأصل كل الروبوتايز السيل دي بتبقى داخل automated system. بالإضافة إلى كده لقينا إن الإنتاجية زادت بنسبة 60%. طبعا الرقم ده رقم مهول، إنتاجية تزيد بنسبة 60%، شوف هتبقى تقريبا المكسب بتاعك زاد بنسبة 60%. ده الإكزامبل بتاعنا. روبوت أهوت، الروبوت ده هوت اللي احنا استخدمناه في الإكزامبل بتاع الدبل هاندد جريبر، وعشان كده الفيجر ده موجود في دبل هاند جريبر، لكن انا هفك الدبل هاند جريبر واشغل وان هاند جريبر، لان السيل ده هي جربناها مرتين، مره بدبل هاند جريبر مره بوان هاند جريبر، لقينا انه ما فيش اي ربحيه في تشغيل الدبل هاند جريبر، وجع دماغ بدون ايه. وطبعا الدبل هاند جريبر الكنترول بتاعه بيزعجني جدا، فعلى ايه بقى طالما انها ما فيش مكسب، فبنشغل سنجل هاندد او وان هاندد جريبر. السيل ده زي ما انت شايف عندي في انكامينج كونفير اللي هو مديله الرقم A، وبعدين عندي 3 ماشينز بي سي دي وE اللي هو الاوت كامينج كونفير. يبقى انا بالتالي الرو ماتيريال هتجي لي على A، والفينشد برودكت او الفينشد بارتس هتخرج من A، وكل البارتس هتمر على الماشينز بالترتيب بي سي دي. ده معنى السيكوينشال لودنج، ودي السيل بتاعتنا اللي هنعمل شرح للاكزامبل عليها. An indirect reality to the sequential machine loading problem is the constraint that في عندي constraint، قيد عندي. قيد ده لذيذ قوي. Once the system is loaded and operating، لما يكون السيستم كله لودد اند اوبريتنج، معناها انه الثري ماشينز اللي هي بي سي دي كلها اوفرلودد، كلها محمله والثلاثه شغالين. بقول لك وانس ما انه ده يتم التحميل للثلاث ماكينات والثلاثه شغالين، يبقى ذا روبوت ماست فولو ريجيد سيكونس اوف ستيبس. هتبص لان الروبوت بيكرر الايه الحركه بتاعتي بسيكونس مظبوط. السيكونس ده ريجيد يعني This rigid sequence must be held. لازم يكون نفس الترتيب مهما كان. Regardless of the relationships between the machine cycle times and the time required for robots to move from station to station and the load unload times. يعني بغض النظر عن أي أزمنة أو أي أزمنة handling، أزمنة تشغيل، أزمنة حركة. Sequence rigid ولازم يتكرر زي ما هو.
دي يعني انا بعتبرها ميزه مش كونستريت. This regis sequence is a methodological retrogression، يعني هي طريقه عكسيه. انا عامل هنا طريقه اسمها retrogression method. retrogression method دي بتخليني احسب السايكل تايم بتاعي بطريقه بسيطه جدا، بس هي عكسيه، بتبدا من اللاست ماشين اللي بديها رمز اي للفيرست ماشين. يبقى الطريقه عكسيه عشان خاطر ببدا بالطريقه دهيت من اللاست ماشين للفيرست ماشين، وبدي اللاست ماشين رمز اي او رقم اي. الطريقه العكسيه دهيت الريتروجريشن ميثود هي 7 ستيبس، 7 خطوات. الخطوه الاولى unload the machine at station i، ان انا اعمل unload للماشين. لو انتوا فاكرين ان احنا في الاكزامبل اللي فات قلت ان انا ببدأ ان المكنه شغاله او بدأت تشتغل، وعشان كده كنت باخد الماشينينج تايم اول حاجه. هنا بعتبر بقى ان المكنه اللي هي اللاست ماشين خلصت، لسه مخلصه تشغيل. هي لسه مخلصه تشغيل وكان الروبوت مستنيها واقف جنبيها اول ما خلص. فاول ما خلصت روح اعمل ايه؟ انلود للماشين، واحسب الزمن بتاع الانلود ده قد كده، او احطه جنبيها قدامها. وبعدين موف تو ستيشن اي بلس 1، الستيشن اللي بعد الاي في الحاله ده هي هتبقى الاوت كومنج كونفير، واشوف الحركه دي هتتم في كام دقيقه. الخطوه اللي بعد كده هروح اعمل لودنج للماشين ات ستيشن اي بلس 1. هو هنا انا عندي اي بلس 1 ده او كومنج كونفير، مش هعمل هنا ايه لود، لكن انا هعمل ايه تفريغ، هعمل بيك هعمل ريليز للبارت بتاعي او سيت داون او ديبوزيت. دول الثلاث مرادفات. يبقى انا هعمل ديبوزيت للبارت بتاعي على الكونفير ده، وبعدين اتحرك موف باك ريتروجريس، عشان خاطر بقول لك هيتحرك عكسيا بقى، يتحرك للايه؟ للمكنه اللي هي اي ماينس 1، اللي هي قبل المكنه الاخيره اللي هنا كان رمزها سي. لما هروح للمكنه دهيت خلصت هعمل انلود، ما خلصتش هفضل واقف جنبيها لحد ما ايه تخلص. انا بفترض ان انا عبال ما رحت لها هي كانت خلصت، فاروح عامل انلود للماشين اي ماينس 1. وبعد ما عملت الانلود البارت اللي على سي ده لازم يروح لدي، فهتحرك من اي ماينس 1 لاي، وبعدين اعمل ريلود تاني للستيشن اي اللي هي اللاست ماشين. دول ال7 خطوات بتوع 7 خطوات كده. الحركه ما انتهتش، لازم هتتكرر. لما بعمل تكرار بكرر من الخطوه رقم 4، التكرار بيتم من الخطوه رقم 4. اوكي، يبقى التكرار دائما بيتم من الخطوه رقم 4. طبعا الخطوات دي مش هتجي لك في الداتا شيت اللي هتبقى معاك في الامتحان، انت لازم تبقى حافظها. لما هتكرر قلنا هنكرر من 4، هكرر كم مره؟ هيتم التكرار كم مره؟ التكرار بيساوي عدد الماشين ماينس 1. يبقى في الاكزامبل ده انا عندي عدد الماشين 3 ماينس 1 2، يبقى انا هكرر مرتين. يبقى هكرر التكرار الاول هيبقى من 4 ل 7، والتكرار الثاني هكرر ثاني من 4 ل 7، يبقى دول المرتين. واختم الحسبه بتاعتي باخر خطوه ان انا اتحرك للماشين اي مره ثانيه، عشان خاطر اقفل السايكل بتاعتي. احنا بدانا السايكل بتاعنا بانلود للماشين، يبقى اخر خطوه ان انا اعمل موف للايه؟ للماشين اي. هنشوف اكزامبل بيشرح الكلام ده بالتفصيل عشان خاطر نبسط الايه العمليه. ده شرح للكلام اللي انا قلته، ونشوف بقى الاكزامبل. بقول لك انه اكوردنج للفيجر 4 اللي احنا وريته لك ده هوت، ودي الداتا بتاعتي. الماشيننج تايم بتاع بي كان 9.1 مينت، والماشيننج تايم بتاع سي كان 9. كل زي ما قلت لك الاكزامبلز بتاعتنا هنا كلها كيس ستاديز، دراسه فعليه على روبوت وعلى سيل موجوده بالفعل.
وعشان كده انا قلت لك ان احنا شغلناه الاول دبل هاندد وشغلناه وان هاندد عشان نشوف الفرق، لقينا ان الدبل هاندد ملوش لازمه، فرجعنا تاني فكينا الجريبر دبل هاندد وشغلناه وان هاندد جريبر. الماشين عند الماشين تايم بتاع دي 5 مينت. البيك اب تايم بتاع كل الستيشن اللي هو 1 من 10، اللي هو بما فيه انه يعمل بيك عند الكونفير الرو اللي هو الانكومنج كونفير ايه، او يعمل لودنج او انلودنج عند جميع الماشينز في 1 من 10 مينت، وبرضه يعمل ديبوزيت او ريليز عند الاوت كومنج كونفير ايه برضه في 1 من 10. يبقى كل ازمات الالتقاط او الوضع او اللودنج والانلودنج كلها 1 من 10. التيبل ده هو التيبل اللذيذ قوي، بنقول عليه فروم تو تيبل. فروم تو تيبل، التيبل ده مهم قوي، بيوريك الازمنه بتاعه الانتقال من والى الاستيشنز المختلفه. يبقى من ال اي 0 من ال بي 3 من 10 مينت، من ال اي للسي 6 من 10، من ال اي للدي 9 من 10، ومن ال اي لل اي 1 و2 من 10. يبقى دي الازمنه بتاعتي، وبعدين من بي ال اي وهكذا. فالجدول ده بنقول فروم تو تيبل، وكل الازمنه بتاعتي لازم احدد الزمن بتاعها بالمينتس ولا بالسكند. عاده بتبقى بالمينتس عشان خاطر الحسبه بتاعتي كلها تبقى بالمينتس وتبقى اسهل. في هنا ملاحظه مهمه جدا. In this case the robot can't move past A in the clockwise direction nor past A in a counter clockwise direction. يعني ايه؟ نرجع تاني للفيجر عشان نشوف الكلام ده معناه ايه. بقول لك لو الروبوت عند ايه مش هيتحرك الى ايه، ولو هو عند ايه مش هيتحرك الى ايه. ادي الكلوك وايز ولا الكاونتر كلوك وايز، يبقى الروبوت حركته من اي بي سي دي اي ويرجع تاني اي دي سي بي اي. ده لان مفيش روبوت بيلف دايره كامله، مفيش روبوت بيلف ان سيركل، دايما الروبوت بيلف زي ما انت خدت في الجزء الاولاني مع دكتور حمود ان هو بيلف بوزيتيف كذا ونيجاتيف كذا، كل جوينت بالطريقه دي. واكبر جوينت عندنا في البيز بقى دي اللي بتحدد الريتش بتاعي والانفلوب بتاعي، ان هي بتقول من مثلا من بوزيتيف 150 الى نيجاتيف 150. فلكن ما فيش ابدا ان هو بيتحرك 360 in a in one direction ويرجع reverse in one and reverse direction 360. مفيش روبوت نهائي بيطلع بالشكل ده. فعشان كده يبقى احنا من فهمنا للروبوت ده الكلام ده بديهي وطبيعي ان هو هيتحرك من a الى b c d e ومن a d c b e وهكذا. يبقى ده معنى التعليق اللي احنا الملاحظه اللي موجوده اسفل الايه الجدول. تعال بقى نشوف الحل. مدخل الحل عندي لازم السطر ده، ان انا احط كل الاستيشنز بتاعتي بالترتيب A B C D. لما بيجي لك المسألة دي في الامتحان انا ما بديهالكش بالرسم، لان التملي بتبقى على سيل نفس السيل دهيت وانت مختزن بقى الرسمة في دماغك فبتحل على طول. وعشان كده برضو انا عشان اوفر سبيس في ورقة الامتحان ما بديش الرسمة، لان الرسمة ما بقتش ليها لازمه طالما انت عارف ان السيل بتاعتها هتبقى بالشكل ده. ممكن اديك المساله فيها تو ماشينز بس يعني هي نفس السيل برضو، او ازود لك عدد الماشينز لكن هي نفس الشكل بتاعي بنفس الكونسترينت بتاعي ان الحركه من اي الى اي ثم من اي الى اي. بكتب عدد الاستيشنز بتاعتي اي بي سي دي اي بالترتيب ده هو، وبعدين اكوردنج according للريتروجريشن احنا قلنا ان اللاست ماشين هديها رمز او رقم اي، فاروح حاطط فوق دي لان هي دي اللاست ماشين بتاعتي في المساله دهيت. انا ممكن اجيب لك ان هم بدل 3 ماشينز 5 ماشينز، فحسب الرمز بتاعي او ترتيب الماشينز اخر مكنه اي ما يكون رمزها هحط هي رقمها اي. طيب هنا في الاكزامبل بتاعنا اخر مكنه هي دي، يبقى هحط فوقيها رقم اي وابدا بقى اللي بعديها تبقى اي بلس 1 واللي قبليها اي ماينس 1 اي ماينس 2 اي ماينس 3.
الخطوة دي لو ما عملتهاش لا يمكن هتحل المسألة صح، لا يمكن، مستحيل. فدي ما تنساش الخطوة ده، هي خطوة سهلة جدا وهتخليك تضمن انك انت ايه تحل المسألة. طبعا هو احنا لولا ان احنا ما فيش بقى ان احنا نتقابل مع بعض وكده، كان المفروض ان انا بطلب منك انك تعمل لي بروجرام لحل المسألة ده هي، لكن مش هنطلب البروجرام ده. يبقى عرفنا اول سطر عندي في المسألة هو ده. نبدأ بقى، قلنا اول لوب عندي بعمل السبع خطوات، التكرار بيبقى اربع خطوات بيبدأ من رقم اربعة لسبعة. برضو انا بروح ايه بادئ كده في البداية على طول، روح كاتب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، حاول تشوف انا بقول ايه عشان تنفذ زي، واروح كاتب السبع خطوات اللي انا حافظها. انا قلت انت هتبقى حافظها. اول خطوة انلود ماشين اي اللي هي بين قوسين عشان ما انساش دي، وبعدين موف تو اي بلس 1 اللي هي بين قوسين اي، وبعدين ريليز اي بلس 1 اللي هي اي، موف تو اي ماينس 1 اللي اكوردنج لفوق هي سي، وبعدين انلود ماشين اي ماينس 1 اللي هي سي، ثم موف تو اي اللي هي دي، وبعدين رولود ماشين اي اللي هي دي. يبقى الاول بحط الترقيم 1 2 7 وابدا احط الكتابه بتاعتي ولسه ما عطيتش الازمنه بتاعتي، عشان خاطر انا اطمن ان انا الكتابه دي مظبوطه صح، والسبع خطوات اللي انا حافظهم حطيتهم صح. الازمنه بقى دي سهله، اكوردنج للداتا اللي عندي هشوف الانلود انا قلت في كام؟ واحد من عشرة مللي. غلطت الأخرى ايوه مرة عارف مش عارفة تدخل مش عارفه تدخل، يبقى عندها مشكله في النت عندها. هو جاي لها في ميتنج شغال بس مش عارفة تدخل مش جاي لها جوين خالص. لا ما هو احنا الجوين دي مش محتاجه ان انا اعمل جوين، انت المفروض انت تدخل اوتوماتيك. ده ازاي الجوين ده انا بعمله لما يكون واحد لسه جديد، مش هما دخلوا قبل كده الميتنجز اللي قبل كده؟ لا هي تقريبا ما حضرتش الاولانيه. معلش يعني المهم يعني، لكن هي مش محتاجه ان انا اعمل جوين لكل طالب. يعني هي مش فهو هتعرف تدخل. لا خلاص بقى انا ما مش هعمل جوين لكل طالب، هي المفروض ان هي عندها مشكله دلوقتي كده في النت، دي مش مشكلتها بقى. احنا على كل ان دلوقتي انا عامل ريكوردنج للمحاضره دي من اولها، تبقى هي في اي وقت بقى تعمل لها داونلود وتراجع. شكرا. خلاص اوكي العفو. نرجع تاني، انا قلت هحط السبع خطوات 1 2 3 7 واروح كاتبهم لان انا حافظهم قبل ما انسى، اروح حاططهم على طول، وبعدين ابدا احط الايه الازمنه. كنا احنا في اخر خطوه الريلود الماشين اي اللي هي دي في 1 من 10. بعد ما حطيت الازمنه دهيت والازمنه دهيت، ازمنه الموف دي بتيجي من التيبل فروم تو، وازمنه اللودنج والانلودنج بتيجي من الجيفن داتا، وهنا الحمد لله انا مديها لك انها كلها 1 من 10 فسهل. اروح عامل جمع الكل الايه الازمنه دهيت، ده الفيرست لوب. يبقى دي الفيرست لوب، اجمع كل الازمنه دهيت واسمي الازمنه دهيت مجموعها سيجمنت الفا. يبقى السيجمنت الفا هي مجموع الازمنه في الفيرست لوب وبيساوي 1.6 مينت، لان كل الازمنه دي بالمينت. قلنا هنبدا نكرر في التكرار، كل مره هعمل تكرار هنقص واحد من الايه من الخطوات بتاعتي. احنا هنبدأ من قلنا من أربعة، وكل ما انا هعمل تكرار هنقص واحد ومن الاي ماينس 1، وكل او عدد التكرار بيساوي عدد الماشينز ماينس 1، وانا كاتب له هو الكلام ده. نشوف بقى السكند لوب اللي هو اول تكرار عندي من الخطوة الرابعة. خلاص انا كتبتهم دول، ما انت لو كتبت السبعة دول صح في الاول خلاص هتحل المسألة صح. هروح واخد من اللي فوق ده اكتب 4 5 6 واروح واخد كاتب موف تو اي ماينس 1، انا قلت هنقص واحد هتبقى اي ماينس 2، وام اي ماينس 2 اكوردنج لفوق اللي هي بي، اروح كاتبها بالكوتيشن كده بي، وبعدين انلود ماشين اي ماينس 1 قلنا هنقص واحد تبقى اي ماينس 2 اللي هي بي، موف تو اي اللي هي هنقص واحد تبقى اي ماينس 1 سي، ريلود الماشين اي تبقى اي ماينس 1 سي. يبقى انا
لو كتبت السبع خطوات الاولانيين صح، سهل ان انا بقى بعد كده اخد الاربع خطوات دول وانقص من الاي ماينس 1 واحد. هتروح طالع عندي كده وقلنا according i minus 2 تبقى b i minus 1 c وهكذا. الموف قلنا هاخدها من التيبل فروم 2، هنا 6 من 10 لان انا موف منين؟ هنا موف تو اي، انا كنت فين؟ انا كنت عند الدي. لازم نبص الخطوه اللي قبليها على طول عشان اعرف انا هتحرك من فين لفين. انا هتحرك من الدي للبي، دي في 6 من 10، وبعدين اعمل انلود في 1 من 10. دلوقتي انا عند البي هتحرك للسي في 3 من 10 واعمل ريلود للسي في 1 من 10. يبقى ده اللوب الثاني. نيجي نعمل اللوب او اللوب الاولى، نعمل اللوب الثاني التكرار الثاني يعني اللي هي هتبقى الثيرد لوب. يبقى التكرار الاولاني خلصناه، نعمل التكرار الثاني. قلنا هننقص واحد من الاي، هنكتب نفس الخطوات 4 5 6 اللي هم كانوا موجودين في اللوب اللي قبليها على طول، ونحطهم بنفس الترتيب وننقص واحد. كانت اي ماينس 2 تبقى اي ماينس 3، اي ماينس 1 تبقى اي ماينس 2، ونشوف اللي انا كنت كاتبه فوق في اول سطر اي ماينس 3 دي كانت كورسبوندنج لاي، والاي ماينس 2 كورسبوندنج لبي. وبعدين نشوف ايه كانت قبليها، كانت فين؟ كانت عند السي، يبقى هيتحرك من السي للايه في 6 من 10 ويعمل بيك اب لانه هيلتقط بقى الرو ماتيريال هنا في 1 من 10، وبعدين هيتحرك من الاي للبي في 3 من 10 ويعمل ريلود للبي في 1 من 10. لو بصيت كده هتبص تلاقي دلوقتي بقت الدي عليها جزء، السي عليها جزء، البي عليها جزء. كده بقى السيستم كله بقى ايه اوفرلودد و او لودد و اوبريتد. الخطوه الاخيره بقى ان هو ايه يروح متحرك. كانت بدانا باول حاجه ان هو بيعمل انلود للدي، يروح متحرك بقى عشان يقفل السايكل ويتحرك لاست اللي هي موف تو اي اللي هي الدي، وهو كان عند البي يبقى هيتحرك من البي للدي في 6 براش. يبقى كده السيركل ايه والسايكل بتاعتي قفلت. اروح جامع الازمنه بتاعت التكرار، احنا كررنا مرتين زائد اللاست دهيت. اجمع الازمنه دهيت هتبقى 2 و8 من 10 منت، واسميها سيجمنت بيتا. يبقى سيجمنت الفا هي اول لوب اللي هي السبع خطوات، سيجمنت بيتا التكرار زائد اللاست اللي هو دائما بتحرك للمكنه الاخيره، مجموعه الازمنه دهيت تساوي سيجمنت بيتا 2.8 من 10. عندنا بقى ايه كونديشن بيقول انه الكونديشن اهو، بعدين نرجع للمساله. اذا كانت الام، الام اللي هي مكتوبه فوق الماكسيمم ماشين تايم، اذا كانت الام دهيت انا بشوف اكبر زمن تشغيل في الماكينات الثلاثه وبديله الرمز ام، اكبر زمن تشغيل كان 9.1 من 10. بشوف الام بقى دي اقل من او اكبر اقل من او بتساوي البيتا. البيتا عندي 2.8 من 10 والام 9.1 من 10، يبقى هي مش اقل. لو هي اقل يبقى هستخدم الكونديشن ده هو في حساب السايكل تايم، ان السايكل تايم بتاع التي بيساوي الالفا زائد البيتا. يبقى السايكل تايم بتاع انهاء الجزء الواحد اللي هو زمن تشغيل او زمن اتمام الجزء الواحد هو الالفا زائد البيتا. ولو بصيت هتبص لزمن الالفا زائد البيتا هو ازمنه الهاندلنج. ده في حاله لو الماشيننج زمنه صغير. طب انا هنا عندي بقى الكيس الثانيه، لان 9.1 من 10 اكبر من 2.8 من 10 اللي هي الكونديشن الثاني ده، يبقى التي بتساوي الالفا زائد الام. لو رجعت هتلاقيني بقى ان انا قلت ان الام 9.1 من 10 اكبر من البيتا 2.8 من 10، يبقى التي بيساوي الالفا زائد الام. 9.1 من 10 زائد 1.6 من 10 تساوي 10.7 من 10 ملي. ده السايكل تايم، واقول عليه سيستم لان ده الزمن الاجمالي لانهاء الجزء الواحد. الزمن الاجمالي لانهاء الجزء الواحد 10.7 من 10.
ده في قلنا في الكونديشن الثانيه اللي هي ازمنه الماشيننج كبيره. لما بتكون ازمنه الماشيننج صغيره زي ما احنا قلنا قبل كده، بيكون زمن السايكل هو زمن الهاندلنج اللي هو الفا زائد بيتا. وهتلاقي في الشابتر اللي انا فرعوك اللي رفعته لكم هتلاقي فيه اكزامبل تاني بزمن ماشيننج قليل عشان خاطر تشوف الكيس التاني. احنا حسبنا كده الايه الماشيننج سايكل. طب لو انا عايز احسب بقى الانتاجيه، انا كنت في الاكزامبل ده هو انا عايز الماشين سايكل بس او السايكل تايم بتاع السيستم اللي هو احنا حسبناه، لكن عادة أنا بطلب أكتر من كده. ببقى عايز إنك تحسب لي البرودكتيفيتي أو البرودكشن ريت أو البرودكشن فوليوم، دول مرادفات بمعنى واحد. إحنا قلنا زي ما قلنا في الإكزامبل اللي فات إنه مقلوب السايكل تايم يديني البرودكشن ريت أو البرودكشن فوليوم أو البرودكشن البرودكتيفيتي. أنا جبت هنا السايكل تايم اللي هو 10 في 7 من 10، مقلوبها يبقى 1 على 10 في 7 من 10 يديني البرودكشن ريت. وطبعا البرودكشن ريت لازم يتحسب بير اور اذا لم اطلب غير ذلك. تاني الديفولت بتاع البرودكشن ريت ان هو يكون بيس بير اور، لازم يكون بير اور. لو انت قلبت لي ديت بالمينت ورحت حاسبه لي كذا بير مينت يبقى صفر، لان الديفولت بتاعه انه لازم يكون بير اور، ما بحسبش بير مينت دي ابدا. دي نقطة مهمة جدا وسبب رئيسي في انك انت بتخسر الدرجه بتاعت الحسبه دهيت، وطبعا الدرجه بتاعتها دي بتبقى كبيره عشان خاطر دي بتبقى انك فاهم ولا حافظ. يبقى الديفولت تاني بتاع البرودكشن ريت ان هو يكون بير اور، الا اذا انا اطلب غير ذلك. اقول لك بير شيفت، الشيفت 8 يبقى هضرب في 8 ساعات، بعد ما احوله بير اور اروح ضارب في ايه في 8 ساعات، يبقى انا كده حسبت بير شيفت. طب اقرب امتى؟ لان افرض ان هو طلع بير اور 103 من 10، مفيش حاجه حسبه بتبقى جزء بجزء، يعني بجزء من الجزء اللي هو جزء من 100 يعني من الجزء، طبعا ما تنفعش، لازم يكون رقم صحيح. طب امتى يتم التقريب؟ دي نقطه مهمه، تقريبا 90% بيغلط فيها في الامتحان. امتى تقرب البرودكشن ريت؟ هل بعد الاور اللي هو كذا بير اور، ولا كذا بير دي اللي هو بير شيفت، ولا كذا بير ويك؟ دي نقطه مهمه، ما يتقربش الا في نهايه الشيفت. يعني انا عندي الشيفت 2 الدي 2 شيفتس، احسب بير شيفت اللي هي في 8 ساعات واقرب. بنقرب للاكبر ولا للاقل؟ ده الخطا الثاني الشائع، انك انت بتقرب تقريب 10، غلط. انا بقرب دائما للاقل. اذا كان 100 جزء و9 من 10 95 من 100 99 من 100 بقرب للاقل اللي هو 100. ما ننساش الحته دي. يبقى التقريب دائما للاقل وفي نهايه الشيفت. وطبعا طالما ان انا حسبت لشيفت بيتكرر الحسبه هي فهروح ضاربها في ايه؟ بعد ما حسبتها للثمان ساعات وقربت للاقل اضربها في 8 عشان خاطر الشيفت الثانيه اعرف بقت كام. يبقى ده لو في 2 شيفتس. طب بير ويك، بعد ما حسبت للثمان ساعات اللي هم للدي او للشيفت وقربت للاقل اروح ضارب في 5، يبقى كده حسبت بير ويك. وهتلاقي خلاص بعد كده كل الارقام هتطلع رقم صحيح. بعد ما قربت انت بالشيفت هتلاقي كل الارقام تطلع رقم صحيح، مش هتقرب تاني. وبرير هتضرب فيه 50 ويك برير، بعد ما هتحسب بير ويك تروح ضارب في الايه في ال 50 ويك برير، يبقى انت حسبت برير. عرفنا ازاي نحسب والديفولت بير اور وازاي نقرب وامتى نقرب. طيب لو انا قلت لك بقى، عشان خاطر انا ده قلته قبل كده من 3 سنين ودايما بقوله في المحاضرات وبجيبه في الامتحان، تقريبا ما حدش بيعمله غير واحد، يعني ايه هو بقى؟ ان انا بير مانث، لو انا عايز البرودكتيفيتي بير مانث، دي ملهاش غير حل واحد لا ثاني له.
فعشان كده كل الاجتهادات اللي بتعملوها في الامتحان زي ما بقول لك، انا بجي اجيبها في الامتحان تقريبا واحد اللي بيحلها والباقي كله صفر. بير مانث ملهاش غير طريقه واحده، ان انت تحسب بير يير وتقسم على 12. يبقى انا لو طلبت البرودكشن ريت بير مانث هنعملها ازاي؟ هحسب بير شيفت واقرب للاقل، وبعدين احسب بير يير، وبعد ما احسب برير اروح قاسم على 12 يديني بير مانث، مفيش حل تاني. يبقى كده الكلام انتهى. طيب نشوف بقى ايه هنا اللي هو السايكل اناليس. الطريقه اللي احنا خدناها دهيت اللي هي بتاعت الريتروجريشن دي طريقه الحل في الامتحانات، والطريقه للبرمجه عشان خاطر احسب رقم صحيح اقدر اظبط بيه السايكل اناليسيس بتاعتي. ايه بقى السايكل اناليسيس؟ الجدول اللي انت شايفه ده هوت، طبعا ده ما ينفعش ان انا اطلبه منك في الامتحان، لان الجدول ده هوت عايز له بتاع 3 4 ساعات، والجدول احتمالات الخطا فيه اكيده، فعشان كده لازم بيتحمل مره وتراجعه مره واثنين وثلاثه لحد ما تظبط. لكن هو ده الاساس بتاعي بتاع برمجه السيل كلها. يبقى الحسبه اللي انا حسبتها عشان خاطر تطمني ان السايكل اناليسيس اللي عملته ده مظبوط ولا غلط. السايكل اناليسيس ده بيحدد لي بقى حركه البارت بتاعي رقمه ايه وفين دلوقتي. وبالطريقه دي بقدر اعمل بروجرامنج بتايمنج في منتهى الدقه للسيل كلها. لان لازم اكون عارف الروبوت بتاعي هيتحرك منين لفين في الساعه كام. وهيوصل للمكنه دي ومين اللي هينتظر مين؟ هل المكنه خلصت وهتنتظر الروبوت، ولا الروبوت هيقف هيوصل للمكنه وينتظرها لحد ما تخلص وهينتظر قد ايه؟ عشان خاطر بعد ما تخلص المكنه يدخل يعمل انلود. لو دخل حاول يعمل انلود وهي المكنه شغاله، الهاند بتاعت الروبوت هتتكسر وطبعا العمليه هتبوظ كلها. فعشان كده عشان خاطر اعمل تايمنج ممتاز وجيد واساسي لازم اعمل سايكل. فالسايكل اناليسيس دي انت هتبص عليها وتراجعها عشان بس تشوفها وتحاول تفهمها، ده مش هتجيلك في الامتحان، بس ده عشان تبقى فاهم ان هي دي الاساس مش طريقه الحل اللي احنا خدناها. وانا هعمل بقى اوفر رايدنج ليها، هنعديها ونروح للايه؟ للعنوان النهائي عندي في الشابتر دهوت اللي هو السبراي بنتنج. السبراي بينتنج من العمليات اللي مصنفه انها خطيره على حياه وصحه الانسان. زي ما احنا قلنا انه من العمليات الخطيره كانت البانش بريس، يليها الارك ويلدنج، ثم السبوت ويلدنج، ده في الكلام اللي احنا قلناه. وعشان كده في العمليات ده هي بيفضل استبدال الروبوت بالإنسان، يعني استبدل الإنسان بالروبوت، اشيل الإنسان واحط روبوت. العملية التانية الخطيرة جدا على حياة وصحة الإنسان هي السبراي بنتنج، دهان الرش اللي هو دهان الدوكو. دهان الدوكو من الحاجات الخطيرة جدا، بيعمل حساسية في الصدر وحساسية للجلد وحساسية في العين، يعني خطير جدا. وطبعا زي ما انتم بتشوفوا في ورش كلها قاعدين يدهنوا بدون ولا لابس كمامه ولا لابس ماسك ولا لابس اي حاجه، وكمان بيبقى تحت البلكونات وفي الشارع، والناس اللي قاعده فوق البلكونه بتشم الدوك ومستمتعه بالريحه كانهم مدمنين، وحاجه هبل يعني. طبعا ده خطير جدا. فزي ما بقول لك ان هو بيعمل حساسيه للصدر للعين للجلد. ولذلك لابد من استبدال الانسان بالروبوت، اشيل الانسان واحط بداله روبوت. هل العمليه سهله؟ لا. عمليه التشغيل اللي احنا في السبوت ويلدنج، في الارك ويلدنج، في البانشز دي اسهل بكتير جدا من السبراي بنتي. ليه بقى؟ انا في الاصل زي ما في موجود في الباراجراف الاولاني ان انا بجيب هيومن اوبريتور، هيومن سكيلد اوبريتور، وخليه يعلم لي يعمل تيتشنج للايه؟
للروبوت، يعلم الايه الروبوت. وطبعا الروبوت بيبقى اكثر خبرة واكثر مهارة من العامل اللي علمه نفسه. يبقى انا بستقي خبرة العامل ده هوت وباخدها وبرمج بيها الروبوتس بتاعتي اللي هتعمل عملية البندي. طب وجدنا في من خبرة العامل ايه؟ انه الدهان بيتم من اعلى الى اسفل. الروبوتس بتعمل عندي خطوط، كل روبوت يعمل خط، الخط دائما يبدأ من اليسار الى اليمين. ده واحد. ودايما ابدا اول خط عندي من فوق، من اعلى جزء عندي هدهنه، ثم انسى الخط في الثالث، في الثالث الرابع الخامس، لحد ما يبقى اخر خط عندي في اسفل جزء عندي هدهنه. دي خبره مهمه جدا، غير كده يطلع الخط عندك او الدهان بايظ. يبقى من الخبره لقينا ان انا هبدا من اعلى وهعمل خطوط، الخط بتاعي هيبدأ من اليسار إلى اليمين. طب ليه هبدأ من أعلى؟ لأن أنا لما برش الخط الأولاني من أعلى بيسيل، بيقولوا بيسيل أو بيعمل دموع، خطوط كده بتنزل عاملة زي الدموع، بيقول لك ده تسييل. لو أنا سبت التسييل والدموع ده هي تجف، هيبقى ضعيف في الدهان، وعشان كده الخط الثاني اللي بيجي مباشرة بعد الخط الأولاني يروح فارش الإيه؟ الدموع دهيت، فيشيل أثرها وكأنها مش موجودة. لكن الخط الثاني سايل تحتيه، فيجي الخط الثالث يروح عامل، يروح الخط الثالث مسايل تحتيه، وهكذا، لحد ما يجي آخر خط أو الخط اللي قبل الأخير هيسايل تحتيه، يروح جاي الخط الأخير فارش الدموع دهيت ونهيها، ويطلع كده الدهان كله متساوي على السطح الثاني. يبقى دي طريقة الدهان الصحيحة، سواء كانت مانيوال أو أوتوميتد، سواء كانت مانيوال أو أوتوميتد، لأنه مش شرط إنه يكون روبوت اللي بيقوم بيها، إحنا هنا طبعًا عشان خاطر بنوظف روبوت والكورس روبوتكس، لكن ممكن يكون في ميكانيزم بيعمل الدهان ده. أوكي. تعالى بقى نشوف العملية كده مثالية، وعملية بسيطة ولذيذة جدًا. تعال نشوف بقى لو في مال فانكشن، في عطل حصل في خط عندي في روبوت متتبعة لدهان ما. هنفترض زي في الاكزامبل اللي احنا هناخده هنا، ان انا عندي 10 روبوت ورا بعض، وكل روبوت بيعمل خط، يبقى 10 خطوط بينتهوا بالخط الايه الاخير اللي هو بيقوم بيه الروبوت رقم 10. افرض بقى انه في روبوت عطل في النص، او النوزل اللي بيرش اتسد. هفترض انه رقم 9 هو اللي حصل فيه العطل، يعني كان دلوقتي خلاص بعد ما هيدهن 9 هيدهن 10 ويبقى الجزء خلص، راح جه 9 عطل. ايه اللي بيحصل؟ هل انا بنقل الجزء ال10 و10 يكمل مكان 9 و10؟ لا، لانه لو اتنقل ده مبرمج على ان هو يعمل الخط بتاعه في الاكس واي دي، فبالتالي او الواي زي ده او الاكس زي دوت، لانه في الارتفاع، فبالتالي متحدد له البلين اللي هو هيتحرك فيه والمسافه اللي هيتحرك فيها، فبالتالي الخط اللي هيعمله ال10 ده الخط الاخير، التاسع هيعمل الخط اللي قبل الاخير، فهيبقى الخط اللي قبل الاخير ده فاضي، فعشان كده مش هينفع نكمل. 9 وقف، يبقى كل اللي بعديه هيقف. طب ايه اللي هيحصل؟ هنوقف الدهان ونيجي نصلح 9 وبعدين نكمل، زي ما بيحصل في اي عمليه، يعني عمليه التجميع ده اللي بيحصل فيها، ان انا بروح موقف اللاين واصلح المشكله اللي في عندي في الروبوت 9، واروح مكمل بعد كده خلاص اكمل عمليه التجميع التاسعه، ويبقى عمليه التجميع ال10 ويتم. ده اللي بيتم في الاسامبلي لاينز. انما في السبراي بينتنج ما ينفعش. لما حصل عطل في التاسع، عقبال ما انت هتيجي تشوف ان في عطل وتصلحه وبتاع، اللي حصل ايه؟ ان البنتنج جف، الدهان الدوكو جف، والتسييل ده خلاص نشف. الحل ايه؟ ان انا اروح واخد كل الاجزاء
اللي متعلقة عندي من قدام الروبوت 9 لحد الروبوت 1، واروح واخدها وحاططها في حواض فيها مواد كيميائية تسيل لي وتعمل لي إزالة للدوكو، واروح واخده في حوض تاني يعمل لي نظافة للكلام ده هوت، وبعدين اجففه. التسع اجزاء اللي كانوا متعلقين، وكل واحد الاولاني كان لسه مخلص الخط الاولاني، والتاني عليه خطين، والتالت عليه ثلاثة، والحد التامن كان عليه ثمان خطوط دهنه، وبيتنقل بعد كده عشان التاسع، ووقف التاسع. كل التسع اجزاء دول هيتاخدوا ويتعمل عمليه ازاله الدهان وتنظيف الدهان، دي عمليه تانية، ثم التجفيف. طبعا العمليه دي تايم كونسيومنج بالاضافه الى التكلفه، ازاله الدهان رميناه، وكمان احواض وكيميكالز وي. فده العيب الرئيسي بتاع عمليه الدهان، ان اي عطل يحدث في الخط بتاعك بيعمل كريبل، بيكسح الخط كله، وعملية الإصلاح بتبقى مكلفة وكمان بتستهلك وقت. شوف في السطر الرابع هنا كاتب لك إيه؟ A unit malfunction يعني عطل واحد on a multiple unit spray painting line can result in a very costly stoppage of the line. تكلفة أو عطل مكلف جدا للخط جدا. Correcting the malfunction and resetting. انا قلت كده عمليه ايرور كوركتنج، ما قلتش ان انا لازم اعمل ريسيتنج للخط، ان انا هبدا من الصفر، الخط كله واقف وهنبدا من الصفر، ونبدا نحط اول جزء في قدام اول روبوت، فبعمل كده ريسيتنج للاكويبمنت. كان اولسو بي تايم كونسيومنج اندر تيكنج، ده برضو بيبقى تايم كونسيومنج. دي العيب الرئيسي للاوتوميتد لاينز بتاعت السبراي بينتنج، ان اي عطل واحد بيعطل الخط خالص، وبعدين إزالة وتجفيف وتنظيف، وبعدين الريسيتنج للخط، كل ده مكلف وإيه؟ و تايم كونسيوم. The most practical strategy in the event of unit failure in a spray painting line is usually to continue operation if possible and to correct any product deficiencies in a manual touch tip area. إيه معنى الكلمة دي بقى؟ بقول لك ان انا لو هو عندي يونت فيلير واحد يعني عطل واحد، ممكن ان انا اعالجه عشان خاطر ما اخسرش الخساره بقى دي كلها. انا عندي الروبوت التاسع عطل، بيكون عندي مانيوال تيتش تيب اريا. ايه بقى المانيوال تيتش طب تيب اريا ده؟ بيكون عندي عامل او اتنين على حسب طول الخط وعدد الروبوتس اللي بستخدمه، عامل او اتنين مش اكتر. العامل او الاتنين دول ماسكين رشاش ولابسين لبس زي رواد الفضاء، ومتوصل لهم اكسجين وبتاع عشان خاطر احميهم تماما، لان انا في الاصل استخدمت الروبوتس عشان احمي الانسان، ما اروحش بقى جاي موقف وسط الكابينه ديت واحد كده واقف طرزان كده من اي حمايه، بدون اي حمايه. لا، ده انا بقول لك ببقى ملبسه بدله زي رواد الفضاء، تعمل له عزل تام، وبتبقى البدله دي فيها تهويه وفيها اكسجين عشان خاطر يبقى البيئه اللي هو جسمه محطوط فيها دي تبقى كويسه جدا ما يتاثرش. عاده العامل ده هو ما بيقدرش يقعد للثمان ساعات بتوع الشيفت، الروبوت مش هيريح. العامل مش هيقدر يستحمل الثمان ساعات، عاده العامل اللي واقف ده هو عشان يشتغل مانيوال او يلقط اي عيب مانيوال، ده بيستبدل بعامل واحيانا باثنين. يعني بيكون كل ثلاث ساعات واحد يدخل واحد يخرج عشان ده يريح وده يدخل تاني. المانيوال تاتش اريا بقى ده، احنا قلنا الروبوت التاسع عطل، يروح هو على طول جاي جري قدام الروبوت التاسع، وعقبال ما احنا نصلح الروبوت التاسع هو هيشتغل ايه؟ يدوي بدل الروبوت لحد ما نصلحه. يبقى انا كده عالجت العيب ده، لكن عالجته ايه؟ بشكل مانيوال. افرض بقى ان عشان الخط عندي طويل 10 روبوت، راح حصل عقبال ده ما بيتصلح راح حصل عطل تاني، فبقى في العامل رقم واحد واقف قدام الروبوت تسعه، وفي الروبوت ثلاثه كمان عطل، فيبقى في عامل تاني هيدخل يروح ايه ملقط بدل ايه العامل رقم او الروبوت رقم ثلاثه. صلحنا الروبوت تسعه، يروح العامل ده يخرج بره او يريح، والعامل ثلاثه يفضل شغال لحد ما نصلح رقم ثلاثه وهكذا. دي الوسيلة الوحيدة اللي أعالج بيها التكلفة الباهظة اللي زي ما بقول لك هتروح
والوقت اللي هيروح في إعادة تشغيل الخط وإزالة الإيه الدهان. فدي نقطة مهمة جدا. هل دي الوظيفة الوحيدة للمانيوال تيتش تيب؟ لا، الوظيفة الأهم، لأن الوظيفة إن هو يحصل يونت فيلير عادة ما بيقدرش يغطيها العامل قوي، لأن ممكن يتكرر العيب في أكتر من روبوت، فبالتالي عامل واحد مش هيقدر يغطيه. لكن الوظيفة الثانية بقى نشوف إيه هي الوظائف اللي ممكن نستخدم المانيوال تيتش تيب فيها. تو اكزامبلز، إن يكون في ماشين برودكت انترفيرنس فيليرز. ايه الماشين برودكت انترفيرنس فيلير؟ ده هنا مش عطل بقى حصل في الماشين، لا ده في حاجه مش مظبوطه ما بين الماشين اللي اقصد بيها الروبوت، الماشين اللي اقصد بيها الروبوت والايه البرودكت بتاعتي. زي ما انا كنت في عند فرانك سامي من حوالي 15 سنه كده، وفرانك سامي عندنا هنا في 6 اكتوبر بيعمل البانيو من الصاج وبعدين يروح دهنه انامنت. كان عنده كابين، الكابين ده كان فيه 4 روبوت، ورحت اشوفه عشان خاطر الروبوت ما بيعرفش يغطي الزوايا بتاعت البانيو التحتانية في الدهان، هي عبارة عن زوايا كده لفة في ال4 زوايا اللي في قاع البانيو، الروبوت ما بيعرفش يغطيهم كويس. فكان داخل الكابين دهوت مع ال4 روبوت، راجل زي ما بقول لك لابس كده لبس زي رواد الفضاء ومزود باكسجين وتهويه وخلافه، وكان وظيفته ده بقى بيبقى موجود الشيفت كلها، لان ده عيب في عمليه الايه البرمجه، مش عارفين نغطيها والريتشنج بتاع الروبوت مش قادر يوصلها. طبعا الروبوت اللي هو كان بيستخدمها كان فيها مشكله في انها مش قادره توصل للحته دي. فده اللي هو مقصود بيه ماشين برودكت انترفيرنس فيلير، حته مش عارف يغطيها الروبوت يبقى العامل على طول يلقطها ورا الايه الروبوت. كان العامل ده هو بيشتغل 4 ساعات وبعدين يخرج يدخل عامل تاني بداله باللبس عشان خاطر ايه يلقط، لان ده كده بيشتغل 4 ساعات متواصل قاعد على طول يلقط الايه الزوايا اللي في قاع الايه البانيو ده. يبقى المانيوال تيتش تيب هنا كانت رئيسيه وعلى طول مش مستني عطل، لان هو في الاوريدي كان في مشكله ما بين حركه الروبوت والبارت بتاعه مش عارف يغطيها الروبوت. العيب الثاني ان يحصل فيلير شوت اوف في السبراير عند كريتيكال بوينت، انه ايه السبراير بتاعي يقطع الرشاش يقطع. طبعا بيكون عادة الرشاش ده مسدود، فعقبال ما انت تنظف الرشاش يبقى لازم يكون في العامل المانيوال اللي هيلقط مكان الروبوت او هيدهن مكان الروبوت لحد ما ايه نسلك الرشاش اللي ماسكه الروبوت وتبدأ العملية تاني بالطريقة دي. فزي ما بقول لك ان هي مشاكل الاوتوماتيك لاين في السبراي بينتينج كتيرة جدا، والطريقة الوحيدة اللي لقينا نحلها عشان خاطر أقلل الخسارة والتكاليف هو إن المانيوال تيتش تيب اريا ده هي. طب ما هتقول لي بقى من أوجع دماغي ليه، ما خلاص ما خلينا مانيوال وخلاص منه. قلت لك بقى إن في مخاطر صحية على العمالة البشرية وفي أوامر عالمية باستبدال العمالة البشرية في عملية البنتنج بالروبوتس. تعال نشوف الكلام ده هو بعد ما فهمنا القصة، نبدأ بقى نشغل روبوت في كيس ستادي ونشوف العملية هتتم ازاي. أنا كان عندي خط شغال ب 14 سكيلد هيومن اوبريتور، كانوا شغالين وكلهم عملاء مهرة وما كانش فيه مشكلة، وجت أوامر من الحكومة إن إحنا لازم نستبدلهم ب روبوتس. فهاخد 2 منهم دول اللي هيعلموا لي الروبوت وهيعملوا سوبرفايزنج وهيعملوا تيتشنج مانيوال تيب وخلافه، والباقي هوظفهم في حاجه تانية او هيقعدوا في البيت دي ما تخصنيش خلاص. هم انا هاخد 2 بس مهره منهم او امهر 2 فيهم دول اللي انا اشغلهم. خدنا قرض 1.7 مليون دولار من البنوك الشركه داير او المصنع ده، واشترينا 11 روبوت.
اشترينا 11 روبوت، هنوظفهم على خط 10 روبوت ونخلي واحد سبير، عشان خاطر لو حصلت المشكلة بتاعة الاكزامبل اللي انا قلته ان رقم 9 يعطل او رقم 3 يعطل، نروح على طول مرحلين البارت اللي قدام 9 الى 10، لكن اغير البرنامج مباشرة واخلي الروبوت 10 يقوم بوظيفة 9، والروبوت اللي انا حاطه سبير في الاخر 11 يقوم بوظيفة 10. طب افرض ان الروبوت رقم 3 هو اللي عطل، على طول بروح مغير البرامج اللي موجودة على بقية الروبوتس من 4 ل 11، ويبقى روبوت 4 هيقوم بوظيفة 3 و5 هيقوم ب4 وهكذا لحد ما يبقى 11 هيقوم بوظيفة 10، عشان خاطر اعمل ريبليس للروبوت اللي عطل ده. دي وظيفة السبير بارت في الاكزامبل اللي احنا عملناه ده. ونشوف بقى الداتا بتاعتنا بتاعت المانيوال وبتاعت الروبوت. كان لما كان شغال مانيوال كان بينتج لي 90 بيس بير اور، لكن الفعل اللي كان شغالهم 6 ساعات مش 8 ساعات، لان برضو الانسان اللي شغالينهم كانوا برضو بيلبسوا كمامات ويلبسوا ماسك على وشهم وبتاع، فكانوا بيريحوا شوية وبتاع. ف 6 ساعات فعلي من 8 ساعات. تكلفة الساعة للعامل $16 بير اور، وتكلفة الصيانة مانيوالي للسيستم ده هو كانت $400 بير ماوس. يبقى دي الداتا بتاعت المانيوال بتاعتي. نشوف الروبوتك داتا او الروبوتس داتا. خد قرض ب 1.7 مليون، هنشغل 10 روبوت وواحد عندي سبير. لقينا لما شغلنا الروبوت دي الانتاجيه بقت 150 بيس بير اوف، طبعا زادت كده بشكل كبير قوي. التكلفه الفعليه للخط ده سنويا كانت 800 ألف دولار بير، والروبوت طبعا بتشتغل فول 8 اور 8 ساعات متكاملة أو متصلة بدون أي وقوف أو بدون أي أعطال. نحسب الأول المانيوال. طبعا هو السؤال إيه؟ ده السؤال كومبير ذا يونت برودكشن كوست، هتشوف تكلفة الجزء الواحد في المانيوال وفي الإيه في الروبوتك سيستم. نشوف في الأول تكلفة الجزء في المانيوال. عندي 14 عامل، تكلفة العامل $16 في الساعة، كانوا بيشتغلوا 8 ساعات أو بيقبضوا 8 ساعات، لكن الفعل 6 ساعات فهقسم على 6. أوكي، ده كان كده الراتب بتاع العامل. طب الصيانة، الصيانة كانت بتكلفني $400 بير مانث، وعندي 12 مانث بير يير، يبقى بضربها في 12. لكن عدد الساعات اللي بيشتغلوا فعليا في السنة كانت 50 ويك بير يير في 5 داي بير ويك في 6 ساعات بير داي مش 8 ساعات. فبقسم الصيانة بتاعت السنوية على عدد الساعات الفعلية في السنة. تطلع التكلفة 299 دي الأجور، زائد 53 دي تكلفة الصيانة في الساعة، تطلع التكلفة في الساعة 302. يبقى دي تكلفة الجزء في أو التكلفة في الساعة، تكلفة العمالة في الساعة بالإضافة إلى الصيانة. بنتج في الساعة 90 يونت، أقسم ده على ده اللي هي 302 على 90، يديني تكلفة الجزء الواحد. يبقى الكوست بير يونت كانت 3.36 من $100 بير يونت. ده في حالة المانيوال. نشوف حالة الروبوتكس، وهنا كاتب لك إنها ايديال لان ما ذكرتش اي اعطال، فيبقى الكيس دي ايديال بدون اعطال. التكلفه السنويه للخط كانت 800 ألف، عدد ساعات العمل في السنه 2000 ساعه اللي هم 50 في 40. قلنا ان في عندي $75 بير اور. $75 بير اور دول انا نسيت اقول لك هنا ان هو انا معين قلت 2 عمال، الاثنين العمال دول بياخدوا راتب بالاضافه الى الخدمه بتاعت الخط الريبير والاصلاح، يبقى اصلاح وصيانه وخدمه للخط بالاضافه لاجر عاملين، ده بيتكلم في الساعه $75. انا نسيت اقولهم لك.
دول بتاعك، يبقى 75 دولار بير اور، صيانة إصلاح خدمة للخط وتكلفة أجور العمالة، يبقى زائد 75 دولار بير اور. أجمع الدول على بعض يديني 475 دولار بير اور، دي تكلفة الساعة. بنتج في الساعة 150، أقسم ده على ده، طلعت 3.17 سنت. يبقى تكلفة الجزء الواحد في حالة الـ Ideal Robotic System 3.17 من 100. طبعا كده في فرق، يبقى استخدم الروبوتكس، لكن الكيس دي ايديال، وانا قلت ان في مشاكل الروبوتكس سيستم كتيره ومكلفه، يبقى الكيس دي ما تنفعش بالشكل ده، لكن انا حبيت اوريك الكالكوليشنز ونبدا نصعبها بقى من انا ادخل ايه اعطال. نشوف بقى ان انا هعمل ايه، بوتنشال روبوت فيلير. بوتنشال روبوت فيلير يعني كان في عطل واحد لكل روبوت. في الكيس ستادي ده هي هقول ان ايه فيليا فور اي روبوت، ان انا هقول كل روبوت هيعطل مره واحده في السنه، كل روبوت هيعطل مره واحده في السنه. طب الروبوت هيشتغل ما بين العطل والتاني زمن قد ايه؟ بنقول المين تايم بتوين فيليا، ام تي بي اف. احفظ الابريفيشن ده هي، لان في المسائل في الامتحان بكتب لك ام تي بي اف، ما بكتبش مين تايم بتوين فيلير. يبقى الزمن اللي هيشتغل الروبوت ما بين العطل والتاني هو ده الام تي بي اف. وجدنا انه الروبوتس العشرة بيشتغلوا ما بين العطل والتاني، طبعا ده مره بيعطل وده مره بيعطل، لان احنا قلنا ان كل روح هيعطل عطل واحد بس. يبقى في السنه هيحصل 10 اعطال عندي، على اساس ان كل ربع هيعطل مره، وكل ربع هيشتغل ما بين العطل والتاني، ما نسميه ام تي بي اف. ولقينا ان في النهايه ان السيستم هيشتغل 2000 اور بير يير، يعني كانها 1 فول يير اوف اوبريشن فور 8 اور ستاندرد شيفت بيز. طيب لقينا ان العطل الواحد هيكلفني وقت في الاصلاح 4 ساعات. العطل الواحد هياخد وقت إصلاح 4 ساعات، اللي هي 4 hours per occurrence، لكل عطل أو لكل حالة 4 ساعات. وكل occurrence اللي هو كل عطل من العشرة هيتكلف 5000 دولار. كل عطل إصلاح وهياخد 4 ساعات زمن و5000 دولار إصلاح تكلف. نشوف الحل بقى. Since all 10 robots are quoted as having the same MTBF، يبقى الروبوتس عندي هيشتغلوا او السيستم العشرة هيشتغلوا 2000 ساعة بير اور زي ما احنا لقينا. لما هقسم ال 2000 ساعة على العشرة يبقى معناها ان كل روبوت هيبقى ال MTBF بتاعه 200 ساعة. هيشتغل ما بين العطل والتاني 200 ساعة وبعدين يقف. لأنه لما بيقف الروبوت بيقف الخط كله. There are two costs we consider: the loss of system production time اللي هو ال4 ساعات، والاديشنال ماتيريال اند دامج كوست اللي احنا قلنا الاصلاح هيتكلف 5000 لكل عطل مره. يبقى الحسبه دي 200 ساعه على 200 ساعه زائد 4 اللي هو هيحصل فيها العطل، هتبص تلاقي ان كفاءه الخط 98%. يبقى كفاءة الخط 98%. أنا عندي الستاندرد بتاع الساعات 2000 ساعة بير أور بير يير، 2000 أور بير يير، هضربه في 98 يديني 19 أو 1960 أور. يبقى الروبوت هيشتغل فعليا بعد الأعطال دهيت، عشان هم 10 أعطال، إيه 1960. دي طريقة ممكن أحسبه بطريقة تانية وأسهل، اللي هي الطريقة التانية بقى. أنا بقول إن أنا عندي 2000 ساعة وعندي 10 روبوت وكل روبوت هيعطل 4 ساعات، يبقى زمن الأعطال 4 في 10 40، أطرحه من 2000 يطلع 1960. أوكي؟ طيب عندي زمن الأعطال الكلي كام؟ 40 اللي هو الـ 4 في 10 على الزمن الكلي في السنة اللي هم الـ 2000، أقسم الـ 40 على الـ 2000 تطلع 2%.
يبقى الداون تايم اللي هو الاعطال هتاخد 2%، يبقى الكفاءه 98%. طيب احنا قلنا المانيوال مش هيتغير الحسبه بتاعته، التغيير كله في الايه؟ في الاوتوماتيك. هنعيد الحسبه تاني بتاعتي، بس الاول نحسب الايه؟ كم فيلير جرير؟ انا عندي 1960 على ال 200 اللي هم الام تي بي اف، يطلع 9.8 من 10 فيليرز برير اللي هم تقريبا 10. عندي تكلفه الاصلاح لكل فيلير 5000، وعندي هيشتغل الروبوت ما بين الفيلير والتاني 2000، يبقى عشان خاطر اطلعها بير اور تبقى $25 بير اور. يبقى تكلفه الاصلاح في الساعه $25 بير اور. نعيد الحسبة دي تاني بتاع بقى الروبوتكس بس، يبقى 800,000 زي ما هم، بدل ما كنا قاسمين على 2000 المرة دي هتبقى 1960 زائد ال 75 زي ما هم تكلفة الإصلاح والصيانة والعمالة اليدوية $75، وهنضيف هنا بقى تكلفة إصلاح العقل اللي هي ال $25 بالأول. نجمع كل دول يطلعوا 508. الإنتاجية ما زالت 150، نقسم ال 500 تاني على 150 تطلع 3.39 من 100 دولار بير اور. بير اور دولار بير يونت سوري. يبقى دي تكلفة الوحدة الواحدة 3.39 سنت، ده لما كان في عطل واحد بالمواصفات اللي احنا قلناها. تعال نشوف تكلفة الايه؟ المانيوال. المانيوال ما كانتش ما اتغيرتش، هنلاقيها 3.36 من 100. يبقى كده الروبوتك اغلى من الايه؟ من المانيوال. الروبوتك اغلى من المانيوال، وده امر طبيعي اكوردنج للعيوب اللي احنا قلناها، وممكن كمان في كيس تانية تكون اكتر من كده. احنا المرة دي كانت الزيادة 3 سنت بس. لو انا بقى مخير والامر يرجع لي اشتغل روبوتكس ولا مانيوال، هقول لك لا يا عم مانيوال، واللي يموت يموت واللي يعي يعي بلا وجع دماغ. اوكي، لكن لو انا مقيد من الدوله بان انا ما اقدرش اشغلهم مانيوال عشان خاطر خطوره على حياتهم وصحتهم، ومضطر ان انا لازم اشتغل روبوتكس، يبقى مضطر ان انا اوافق. لكن في الوضع ده كده انا خسران. طب انا عايز اقنع رأس صاحب الشركة وصاحب رأس المال بأن العملية دي كسبانة، أعمل له إيه؟ التالي أقول له بص، أنت كنت مانيوال بتشتغل بتنتج 90 وحدة في 6 ساعات عمل بس، في الير تطلع 1535 أو 135 سوري 1000 يونتس برير. يبقى كانت الإنتاجية المانيوال بتاعتك 135,000. لما هتشتغل في الروبوتكس 150 جزء في الساعة، وبشتغل فعليا 1960، يبقى هنتج في رير 294، يعني أكتر من الضعف لو استخدمت الروبوتكس. طبعا أنا هنا ممكن أقنعك بالطريقة ديت إن أنت هتحتل مساحة أكبر في السوق، هتحتقر السوق، هيبقى احتكار للسوق، يبقى بالتالي انت كده هتوزع اكتر، هتبقى ليك مساحة وتحتل السوق بالطريقة دهيت، فاشجعه ان ده هيبقى احسن. لكن مش هيكسب اكتر. ليه؟ لان هو كل جزء زيادة 3 سنت، هو مش هيكسب اكتر. لكن معنويا ان هو هيبقى ماسك السوق اكتر. هل هينفع كده؟ مش هينفع. الكلام ده كده ما ينفعش. ليه؟ لان انا كصاحب شركة مش عايز اخسر. انا هتقول لي هبيع اكتر، لكن في النهاية الفلوس هتخلي اقل، ده مش منطقي، فانا مش هوافق عليه. هقول لك طه، احنا بقى نشتغل الحل انها هنشتغل تو شيفتس بدل شيفت واحدة. لكن دائما، وده طبعا في اوروبا وامريكا مش عندنا هنا، انه الشيفت التانية بتكون الزيادة في اجور العمال من 10 ل 15%. دائما الشيفت التانية بتكون الاجور زيادة من 10 ل 15%، والشيفت التالتة زيادة من 15 ل 20%، عشان اشجع العامل واخليه يرضى بانه يشتغل شيفت تانية وشيفت تالتة، فلازم بزود له الاجر. احنا هنا في مصر لا، سخرة، انت بتشتغل وغصب عنك وببلاش.
يبقى احنا ايه هنشتغل تو شيفتس وبزيادة في راتب الأجور 10 أجور قصدي العمالة 10%. هنا بقى طالما إن تو شيفتس وفي زيادة في الأجور هنعيد الحسبة المانيوال تاني. بجيب متوسط أجور العمالة في التو شيفتس، الشيفت الأولانية كانت محسوبة والشيفت التانية نفس الأجر ولكن هضربه، إحنا قلنا أجور العمال بير أور في الشيفت الواحدة 299 يبقى هي 299 وهياخد وقت زيادة 10% يبقى 1.1، واجيب المتوسط بتاعهم على 2. وكنت انا حاسب انه الاجور بتاعت العماله 3.2 او بتاعت الصيانه كانت 3.2، اجمع الاثنين ببعض هتطلع 317، اقسمها على 90 يبقى التكلفه بتاعت الجزء الواحد في التو شيفتس 3.52. 3.52. طب كانت في الشيفت الواحدة كان كام؟ 3.36. يبقى ده منطقي، لو انا بشتغل مانيوال اشتغل تو شيفت واخسر حوالي 17 سنت في الجزء الواحد طبعا لا. وخدها قاعدة كده، الكونفنشنال سيستمز المانيوال سيستمز كل ما تزود شيفت كل ما تخسر تكلفة بتزيد، فانت ما بتكسبش لما بتشتغل تو شيفتس، انت بتخسر. طب ايه اللي يخليني انا كمانيوال هنا في مصر هنا اشتغل تو شيفتس؟ ان انا مضطر بقى عشان خاطر احتل مساحة من السوق اكبر، لان انا هنتج في الشيفت 135 الف جزء، في طبعا هيكون الضعف في التو شيفتس، ففي منافسة، فانا عايز افضل محافظ على وجودي في السوق، ومضطر هنا ان انا اتنازل عن جزء من ربحي. يبقى هنا في المانيوال سيستم كل ما تزود شيفت كل ما هتخسر اكتر، فلقينا ان هنا الخساره حوالي 17 سنت زياده في تكلفه الجزء. طب تعالى بقى نشوف بقى ايه في الروبوتكس. الحسبه بتاعتي 800000 على 1960 وهقسمها على 2 لان هي نفس التكلفه بتاعت الشيفت الواحده هي الشيفت الثانيه يبقى على 2. تعالى بقى هنا نجيب المتوسط للعماله اليدويه كانت 75 دولار بير اور زائد 75 في 1.1 على 2، وتكلفه الصيانه بتاعت الساعه لاصلاح الدمج كانت 25 دولار بير اور، اجمع كل دول يطلع 3.8 دولار بير اور، اقسمه على 150 يطلع 2.5 سنت. يبقى شوف بقى الفرق، كان 3.39 في الشيفت الواحده تكلفة الجزء الواحد في الروبوتك سيستم في الشيفت الواحد. في الشيفت الثانية لو اشتغلت تو شيفتس هتبقى تكلفة الجزء في التو شيفتس 2 دولار، يعني أنا كسبان دولار و 34 سنت، يعني تقريبا كسبان كده يعني 50%. فشوف بقى الفرق الرهيب ما بين التو شيفتس مانيوال والتو شيفتس اوتوميتد، لان الكلام ده بيمشي على كل الاوتوماتيك سيستم او كل الاوتوماتيد سيستمز، ان التو شيفت لو اشتغلت تو شيفتس هتكسب اكتر بكتير من الشيفت الاولاني، وهتبص تلاقي لو اشتغلت 3 شيفتس هتكسب اكتر، ولو اشتغلت 4 شيفتس هتكسب اكتر. طب هو في 4 شيفتس؟ في 4 شيفتس اللي هي هنا 3 شيفتس 7 دايز بير ويك، يشتغل 3 شيفتس يعني 24 ساعة في اليوم و 7 دايز، هم بياخدوا يومين اجازة، لا هيشتغل اليومين اجازة، دي تعادل equivalent to 4 شيفتس. الحل ده ذا بيست alternative، ده البديل الافضل على الاطلاق. يبقى احنا ناخدها قاعدة في الاوتوميتد سيستم، كل ما زود شيفت كل ما تكلفة الجزء هتقل كل ما ربحيتي هتزيد. وده اللي احنا بنلعب عليه عشان خاطر اشجع المستثمرين انهم يشتغلوا اوتوميتد سيستمز. وعشان كده دايما بنقول ان في الاوتوميتد سيستم بنشتغل دائما على الاقل تو شيفتس، وده السبب اللي انا قلته لكم وانا بشرح الاي جي في، انه لازم يكون في باتريز على الانبورد بتاع الاي جي في، يكون عدد الباتريز يكفي لي على الاقل 16 ساعه عشان تغطي لي التو شيفتس اللي هي البديهيه في التشغيل الاوتوماتيك. واضح؟
يبقى احنا كده خلصنا الشابتر ده هوت. والمهم ان انا اقوله في الشابتر ده هوت، زي ما انت شايف ان مفيش قوانين، هو بيعتمد على السنس، وان انت بتحل مشكلة من فهمك ليها. فده صعوبة الجزء ده. هو الشابتر ده لذيذ قوي قوي، لانه كله زي ما انت شايف حاجات فعلية بتمس الواقع تماما وتطبيقات فعلية، لكن كمان في الحل بتاعه ما بيبقاش فيه قوانين، فده صعوبة. فلازم تفهم الحل قوي، لازم تفهم الحل اللي انا بقوله كويس جدا، عشان خاطر لو في اي تريك في المسألة تعرف ايه تتغلب عليه. انما لو انت مش فاهمه هتحفظه مش هتعرف تحل، لازم تفهمه. حفظ بس مش هيحل، لان انت حتى لو مبرشم الحل ده وانا جبت لك امتحان في المسألة في الامتحان وعامل فيها تركة، ولا هتعرف تنقلها ولا هتعرف تحلها. واضح؟ فده صعوبة الجزء ده. هو لذيذ قوي قوي لكن صعب شوية. هو مش صعب قوي، انت لو فهمت هتلاقيه سهل جدا. خلاص، برضو هناخد محاضرة المرة جاية يوم الثلاث، قلنا قبل الامتحان يوم الاربع. المحاضرة الجاية هتبقى ريفيجن، وبرضو الريفيجن عشان يبقى فاليبل في اي مادة لازم تبقى مذاكر.